مساء الخير، معكم لين حبه. اليوم جاي تكون بفيديو جديد. هلا بتعرفوا كيف الاكل اليوم صاير احلى من ثلاث ارباع البني ادمين يلي بنعرفهم؟ يعني اكون قاعده على التليفون ام سكرولينج ثرو انستغرام وفجاه بيطلع اكلات على قد مو غريبه، على قد مو تجهدوا تاكلوا التليفون، على قد مو طيب شكله. يعني في شيء ايس كريم على شكل تاكو وسوشي على شكل بيتزا، شغلات عجيبه بس عن جد طيبه، وكلهم بينزلوا هالصور وما بعرف كثير بشتهي اكل معهم. مشان هيك قررت اسوي فيديو على الانستا فيمس فودز هون باتلانتا وشوف اذا عن جد طيبين ولا لا. اوكي، هلا صفيت جنب اول محل بدي جربه، اسمه بوكي بيري. هاد ببيع سوشي بكل اشكاله، ببيعه على شكل سلطه اللي هي البوكي، كلها يعني مثل كلها مخبوصه مع بعض تخلطوها، وببيعه على شكل بريدو مثل هي البريدو المكسيكيه، وببيعه على شكل دونات وعلى شكل بيتزا. It sounds weird بس I'm here to try it، شوف اذا عن جد طيب ولا لا. هلا از ستارتر كتير عجبتني القرنة صراحة، كتير هيك قرنة مرتبة وفيها عالم رايقة، يعني هيك بتحسوها كتير سيف، والمنطقة كمان كتير حلوة، يعني الواحد فيه ياكل بعدين يجي يتمشى او يجي مع رفقاته ويلعب في هيك جروب اكتيفيتيز، كتير ظريفة. وهلا رجعت لانه اكتشفت اليونيكورن. That's so cool. اوكي هلا جربتها، وبس قبل ما احكي لكم اذا كان طيبه ولا لا، بدي اقول انه اللوكيشن تبعه كان غريب شوي. يعني كنت مفكره انه حروح على فوت على محلهم واطلب هنيك، بس طلع موجود بقلب بار، وهيك يا دوب اخذ يعني عنده ويندو بقلب هي البار، وكثير كان صغير. عملت الاوردر تبعي تو جو ورحت اكلته بقرنه ثانيه. هلا طلبت هنيك السوشي دونات، وبصراحه ما طار عقلي فيها ابدا، يعني كتير عادية، كتير السوشي العادي أطيب مليون مرة. يعني هو عبارة عن طبقتين رز هيك بقلب فيه بهارات، وفوقه حطوا الكراب سالاد، وبعدين الصوصات السبايسي مايو إيل صوص وشوية وسابي. I don't know، ما بعرف، ما كان فيه أفوكادو، ما كان فيه سي ويد، ما كان فيه هيك شي to spice it up، ما بعرف. يعني overall الريتنج تبعه حقاطي 4 من 10. يعني شو اللي حبيت فيه انه اللوكيشن وين المحل حلو كمنطقة، بس المحل تبعه كتير مخبى وكتير صعب بيتلاقى، والاكل ما بعرف ما كتير فظيع. ما بعرف صراحة الباقي البوريتو والبيتزا والشغلات التانية اللي عنده اذا هيك ولا لا، بس السوشي دونات not impressed. اوكي هلا وصلت على المحل الثاني اللي اسمه سكريمن ناتس. هلا هاد اكتر شي مشهور بالدوناتس تبعته، ومشهور بالذات لانه كل الدوناتس عليهم هيك ديزاين كتير يونيك، كتير ارتستيك، ام ان امز وهالوين ستايل، كتير يعني حلو. بس اكتر شي لفت لي نظري انه عندهم ايس كريم الكون تبعه معمولة من دوناتس، بعدين they dip it in chocolate و sprinkles، وشفت صوره وكتير شكله طيب وتغيير شكل بقى، حفوت جربه. هلا مثل المحل الاول كمان اللوكيشن تبع هذا كتير ظريف، بس هو ببلازا وما في كتير شغلات الواحد يقدر يعملها بس ياكل. بس تعال نشوف كيف المحل. هلا
خلصت ايس كريم تعالي احكي لكم على الاكسبيرينس تبعي. هلا اول شيء فتت ولقيت قدامي كل اشكال والوان الدونات وهيك، بس ما لقيت الدونات كون. فاجا الزلمه قال لي شو فيني ساعدك، قلت له عم دور على الدونات كون تبع الايس كريم. قال لي والله ما عندنا هلا بس عم نساويه جوا، هلا بدها شي 5 دقائق لتخلص. قلت له مو مشكله بستنى لوقتها. قال لي اذا بدك شو رايك تجربي اول ايس كريم، مو قال اللي بدك تجربي سامبل ذا ايس كريم فليفرز يلي عنا. قلت له اوكي. والله بيعطيني الصحن وفيه شي 6-7 معالق من all the most popular ice cream flavors، وقالت على جنب وضليت جربون هيك لحتى عجبني اكتر واحد الروز واتر. والله وبعد ما خلصت الكون نادالي سألني قال لي اي اكتر فليفر حبيتي، نقيت هذا. وقلت له بس بدي سكوب واحدة لانه كتير كبيرة. قال لي اوكي بس حاعطيكي سكوب تانية ببلاش لانه استنيتي. قلت له والله ما في داعي يعني. قال لي لا، هي اصر كتير. عم اخر شيء قلت له اوكي، جبت الفليفر التاني. السيرفيس تبعه صراحة كتير كتير ظريف وكتير حبابين كتير accommodating للسيتويشن. يعني شافوا انه نتأخروا علي بس تأكدوا انه يعوضوني بشي تاني، انه عطوني سكوب ببلاش. بالنسبة لرأيي بالايس كريم، كتير طيب الايس كريم، عندهم فليفرز كتير غريبة بس 2 سكوبس كان too much علي صراحة. تاني شغلة كانت كتير مسي اكلة، يعني ايدي كتير حتى الكاميرا توسخت شوي انا عم حاول صور وهيك تنقيت وقعت الايس كريم at one point، يعني حالتي حالة وما قدرت كمل نصها. بس كتير طيبة والسيرفيس كتير ظريف، يعني الريتينج تبعه 8/10. هلا انا عم بعمل اديت للفيديو اكتشفت انه بالمقطع يلي عم بحكي لكم فيه عن المحل الثالث الاوديو تبعه كتير سيء. بحكي لكم عن المحل هلا. هلا المحل الثالث اسمه تشيز كيك، هو محل ديزرت ايس كريم وكتير مشهور بالميلك شيكس تبعه. بس السبب اللي خلاني روح لعنده هو اليونيكورن ساندويتش، اللي هي عبارة عن جبنة مسخنة، بس الجبنة اللي مقلبة فيها كل ألوان الرينبو. ويلي ما بيعرف أنا كتير بحب سندويشة الجبنة، يعني كل يوم لازم أفطر الصبح. فتعال نشوف إذا عن جد طيبة. هلا بالنسبة لللوكيشن تبعه، هو بشارع كله محلات، محلات لبس وأكل ومطاعم، يعني ما بعرف شو ما بيخطر لكم، بس كتير فاضي أول شغلة. و ما بعرف يعني it's not bad، ما طاير عقلي فيه بس ما انه سيء. هلا خلصت اكل السندويشه، شو رايي بالمحل؟ يعني المحل اول شيء تو ستارت اوف ديكوره كتير كيوت، يعني هيك على الحيطان بتشوفوا حاطين صور كل العالم اللي اكلين عندهم، وعندهم ايس كريمز وقرنه لحتى العالم يتصوروا كل هالشيء. سو ذي كليرلي ميد ات ان انستغرامبل بليس فور بيبل تو كم اند واتش، اي مين ان to come and eat. بس شو رأيي بالسندويشة؟ سندويشة طيبة. يعني it was cool انه هيك عليها rainbow وقت شطيتها طلعوا كل الالوان، في ازرق واصفر وزهر، يعني ما بيخطر على باله الواحد انه يشوف هيك بسندويشة جبنة. بس انه طيبة واصيب شيء اكلته بحياتي لا صراحة. يعني سندويشات الجبنة اللي انا بساويهم بحبهم اكتر بكتير، بس it's not bad. يعني overall بعطي هذا المحل rating of 6.5/10 هيك شي. هاد كان آخر محل حجربه مشان ما يطول عليكم كتير الفيديو، وكمان بطني ما يصير هالقد. صراحة كتير انبسط بهالتشالنج لأنه عم جرب أكلات جديدة ببلاد جديدة وأنا كتير بحب الأكل. عاكل حال ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم بليز ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتكبسوا على الجرس مشان دائما يصير يجيكم فيديوهاتي. ومثل العادة بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.